بنستكمل مع حضراتكم فقراتنا الفنية وهي كلها في حب مصر. طبعا بيسعدني النهاردة أختتم بقى يعني ختام مسك بإذن الله، أختتم بقى هذه الفقرات الفنية الثلاثة بفقرة هتقدمها لنا ميار جمال، الموهبة الجميلة. أهلا يا ميار، منورة. أهلا وسهلا. أنت في سنة كام قلتي لي؟ أولى ثانوي. أنت مكسوفة ليه؟ علي صوتك ما تخافيش. أولى ثانوي. كويس قوي. بتغني بقالك قد إيه يا ميار؟ يعني سنتين. سنتين. طبعا الفضل كله بقى لهذه المواهب واللي احنا سمعناها كلها للاستاذه شاهيناز سليمان اللي منوراني مديره الفريق. اهلا وسهلا بيك يا فندم. حضرتك والله يعني واضح ان انتم باذلين جهد كويس جدا مع الاولاد والشباب. هو مستر امام عبد الرحمن هو المتولي لتدريبهم، تدريب عالي جدا فبيهتم بيهم قوي، ما بيفوتش حاجه يعني الحمد لله. لا واضح جدا من ادائهم فعلا. يعني انا خليني بس اعرف دور حضرتك في اداره هذا الفريق وفي اداره التسويق لهذا الفريق. انا بس بشوف انه يعني اجمعهم يكونوا موجودين في ميعاد البروفات. ممكن نبدا مع بعض تدريب البوكليز والسلم الموسيقي لحد المستر ما بيروح يوصل بقى وهو بيحضر الحاجات اللي هم هيقولوها. زي ترتيب مثلا النهارده ان انا ممكن اقترح مين الناس اللي هتيجي ونبدل مثلا حاجات زي كده. بتبقى عليا يعني هيك بتبقى مسؤول عن البروتوار اللي بيقدموه للفرقه في المناسبات، سواء هتشاركوا في برنامج او في حلقه او في اذاعه او في تلفزيون او في حفله. طيب يعني اهم الحفلات اللي انتوا عملتوها كانت فين واهم فعالياتكم؟ احنا كان في مسابقه في الجمعيه فاخذنا المركز الاول والثاني والثالث. جمعيه ايه يا فندم؟ تبع المركز الثقافي. طيب ماشي. تمام. وبعدين في مسابقات تانية كتير وفي حفلات، بكل مناسبة بنعمل لها حفلة عندنا هناك في النادي. في عندنا مسرح كبير فبنعمل فيه حفلات وناس كتير بتيجي تشوفه. طب أهم الحفلات اللي عملتوها يا فندم في مناسبات إيه؟ في المولد النبوي دي، وفي في رمضان عملنا كل اسبوع كان في حفله. حلو جدا شغل رمضان ده. بيبقى في كتير طول الوقت، بدل ما الناس بقى تقعد على القهاوي والحاجات دي، بالعكس تيجي النادي وتسمع فن محترم وتسمع شباب وفرصه يعني كويسه للانتشار كمان. جميل جدا. ميار انا عايز ارجع لك مره ثانيه وعايز اسمع منك بقى حاجه كده. حاضر. يلا. انت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيع يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله عليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تعودوا دايما لما تسمعوا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وتيجوا تصلوا عليه، صلوا عليه الصلاة الكاملة حتى تنالوا الثواب كاملا زي ما احنا صليناها كده. اللهم صل على سيدنا محمد وكل عام وانتم بخير. طبعا احنا بنحتفل
في هذه الأيام بالمولد النبوي الشريف، ذلك الحدث الإسلامي الجلل اللي بنحتفل به بشتى الطرق، يعني لنا طبعا طقوسنا الدينية ولنا شعائرنا الدينية اللي بنقوم بها في هذا اليوم، وبنكثر من الذكر على النبي والمصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، بالإضافة إلى برضو عندنا الحلويات بتاعتنا برضو، ربنا ما يقطع لكم عادة، وبرضو الحفلات اللي زي ديت بقى اللي بتجهزها الاستاذ شاهناز لمولد النبي، دي برضو مهم جدا ان احنا نعبر عن ذلك الحدث او نعبر عن هويتنا العربيه والاسلاميه والمصريه بمثل هذه الحفلات التي تعبر عن فنوننا وكيفيه احتفالنا بهذه المناسبات. استاذه شاهناز، برجع لحضرتك مره ثانيه وعايز اسالك عن البروتوار بتاع الحفله، او هتقدموا ايه بقى في الحفله بتاعت مولد النبي ديت، مرتبين لها تبقى مدتها قد ايه تقريبا، الناس اللي عايزه تتفرج عليكم تروح فين وتجي لكم ازاي؟ هو في النادي الثقافي في عين شمس، ف بنعمل الحفله كل خميس. الترتيب بقى احنا ممكن نكون عاملين هنغني ساعتين ثلاثه، هم ممكن يطلبوا حاجات تانية فنعيدها تاني. اها، ممكن فتره تطول معاكم، فتطول بقى تقعد زي ما في تقعد، في تفاعل مع الجمهور يعني. جدا. خاصة مع الحاجة اللي بتبقى فيها إنشاد ديني بتلاقي الناس متجاوبة أكتر قوي، أو الشيء الوطني. صحيح طبعا، الدين الوطني يعني في طبعا. الكوكتيلات الوطنية اللي بنعملها بتبقى يعني مجمعين ما بين حاجات مختلفة بندمجها مع بعض كده، مستر إمام عملها بطريقة جميلة إن هو جايب الحاجة اللي فيها تفاعل أكتر. جميل جدا. طيب يعني أهم الأغاني الدينية بقى اللي هتغنوها في، ولا لسه ما رتبتوش في حفلة مولد النبي بإذن الله؟ لا، في حاجات كتيرة يعني. في مولاي، وفي نقشبندي. نعم، نقشبندي. وفي اللي هي يعني كل الحاجات الموجودة دلوقتي على الساحة، وفي حاجة جديدة المستر عاملها هو الملحنها، اسمها أرى، قصيدة أرى. جميل جدا. دي قصيدة جميل. يعني غنية منها، فيها شعر وفيها الغنى، فتلاقي الأثناء الغنى ما هو شغال في إلقاء الشعر بيبقى موجود معاها. فبتبقى حاجة شدة قوي، إن هي حاجة مختلفة غير الموجود يعني. قوي يعني، مسرحية جدا. حلوة جدا. بتمنى لكم كل التوفيق من كل قلبي. أستاذ شاهناز سليمان، بشكرك على هذا المجهود في إدارة الفريق، وتحياتنا للأستاذ إمام اللي كان نفسنا نشوفه النهاردة يعني، وتحياتنا ليه على هذا المجهود. ميار، صوتك حلو قوي 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 قوي، اشتغلي على صوتك ده باذن الله تطلعي حاجه حلوه، بس اوعدي نفسك واوعدي الناس اللي حبت صوتك النهارده انك ما تقدميش الا كل ما هو جيد يعني، وابعدي كل البعد مهما كانت الاغراءات عن الاسفاف وعن الكلام اللي مش قيم يعني. حلو قوي اللون اللي انت ماشيه فيه ده، بحييكي، بتمنى لك كل التوفيق. أعزائنا المشاهدين، بتمنى يا رب أن فقراتنا النهاردة تكون نالت إعجاب حضراتكم. إلى أن نلقاكم غدا، لكم مني ومن طاقم العمل كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.